النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسائل إلى الملوك. So the Prophet صلى الله عليه وسلم he sent letters to the kings. يدعوهم فيها إلى الإسلام. And he would call them within these letters to Islam. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالحرب. So the Prophet صلى الله عليه وسلم he didn't start off with war. بدأ بالدعوة عليه الصلاة والسلام. He initiated with the propagation of Islam. نعم وكان عليه الصلاة والسلام يدعوهم فيها بألطف العبارات. So the Prophet صلى الله عليه وسلم used to call them with the most gentle and soft kind words.